دواؤك فيك وما تبصر، وداؤك منك وما تشعر، وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة في برنامج النداء. نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. حياك الله وبارك فيك. بارك الله فيك وأحسن الله إليكم. دائما يعني ما تلهب ظهورنا وتوقظ أنفسنا وترقق قلوبنا بكلماتك وعباراتك. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص. نافع الله بك بإذن الله تعالى. بارك الله فيك. في الحلقة المنصرمة توقفنا عند أنواع التفكر وسردنا بعضا منها، نود أن تذكرنا بما تم سرده إجمالا ثم نأتي على بقية أنواع التفكر إن شاء الله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فلازلنا مع هذا الموضوع الرقراق الجميل الذي أود رب الكعبة لو أطلنا النفس فيه، لأن التفكر والتأمل والتدبر عبادة منسية أصبح نادرا الآن. قل من يخلو الآن بنفسه أو يخلو في مكان جميل منعزل عن الخلق ولو لساعات قليلة ليتعرف على سيده وإلهه ومولاه، ليتعرف على خالقه جل علاه سبحانه وتعالى. فالنظر في السماء يملأ القلب بالخشية والهيبة والعظمة والجلال لصاحب الهيبة والعظمة والجلال والجمال والكمال. والنظر إلى الأرض، دعني أقول لك يا دكتور محمد عبارة سيدي قد تستغرب لها. إلف النظر إلى الأرض أنسانا جلالها وجمالها. الله أكبر. بمعنى اعتدنا النظر عليه إلى آيات الله في الأرض، فلم تعد تلك الآيات المبهرة تحرك قلوبنا وتبكي عيوننا، بل إن المعارف والعلوم التي ندرسها وندرسها لأولادنا قد تحسن أن تعلمنا المعاني والعلوم، وهذا شيء جميل، لكنها لا تحسن أن تعلم عيوننا الخشوع وقلوبنا الخضوع لله سبحانه وتعالى إلا من رحم ربك جل جلاله. فالأرض مليئة بالآيات. تعلمنا ننظر إلى ماذا مثلا؟ وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسكم ومما لا يعلمون، إلى آخر الآيات. ياسين. وفي الأرض وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. يعقلون يعني يتفكرون ويتدبرون. وقال سبحانه في آيات رائعة، آيات سورة النمل، فليس الغرض من التذكير بالآيات الكونية الثقافة الذهنية الباردة. أحسنت. كلا، وإنما الوصول إلى رب البرية إفراده بالألوهية والعبادة. أمن خلق السماوات والأرض، هذه الآيات بديعة بجد بصدق، وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. يا أخي فتش في قواميس اللغة وأتني بمرادف لقوله تعالى ذات بهجة. ما كان لكم أن تنبتوا شجرها؟ أإله مع الله، هذه هي الغاية، هذا هو المراد. أإله مع الله لا. يعني أإله مع الله خلق هذا وأوجد هذا لا. لما تقرون له بالخلق؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ومع ذلك تشركون به وتشركون معه غيره. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها؟ أإله مع الله، بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا؟ أإله مع الله، بل أكثرهم لا يعلمون.
أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أما يهديكم في ظلمات البر والبحر الله ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون قال جل جلاله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور هل ترى من خلل من نقص من عيب ثم ارجع البصر كرتين مرة بعد مرة ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم انظر إلى نفسك أنت أيها الإنسان نظرك فيك يكفيك على أن الذي يستحق أن يعبد هو الله 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 مرة ثانية هذه الجملة نظرك فيك يكفيك أيوة على أن الله. الذي يستحق أن يعبد هو الله وفي أنفسكم أفلا تبصرون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين الله, الله أحسنت ما شاء الله عليك ما شاء الله فتبارك الله أحسن الخالقين نعم. احنا بنقرأ نعم. الآيات لكن دعني في لمحة بس في دقيقة يلتقي الرجل على رسلك الله يبارك فيك بجد. كيف نتعامل مع مثل هذه الآيات مثلا يلتقي الرجل هذا دكتور محمد بزوجته في الحلال الطيب نعم. اللهم ارزقنا الحلال اللهم الطيب واستر نساءنا يا رب العالمين آمين ويلقي هذا الماء نعم. الذي خلق الله منه الإنسان فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق دافق يخرج من بين الصلب والترائب والترائب الصلب عند الرجل والترائب عند المرأة نعم الشاهد يلقي الرجل نطفته وتحتضن زوجته هذه النطفة الطاهرة الحلال وينامان وتخرج عروس جميلة مزينة مرة في الشهر فقط لأنها عزيزة هذه العروس تسمى البويضة هذه البويضة تبعث إشعاعات لتلفت أنظار أو نظر الحيوانات المنوية بالملايين فتتسابق تلك الحيوانات المنوية لتصل إلى هذه العروس الجميلة ولا يصل إليها إلا حيوان منوي واحد هذه معلومة لم يتعرف عليها الخلق إلا في نعم. أواخر القرن العشرين نعم. وقد أخبر عنها الصادق الأمين من 14 قرن قال ما من كل الماء يكون الولد وإذا حديث؟ نعم حديث صحيح مسلم الله أكبر ما من كل الماء يكون الولد وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء الله كلام الصادق الله صلى الله الذي لا ينطق عن الهوى ما من كل الماء يكون الولد يعني مش من جميع الحيوانات المنوية لا ده هو حيوان واحد بس هو الذي يصل البويضة يخصب البويضة يخصبها إذا اقترب منها يفرز الحيوان المنوي ذاته سائلا آخر ليخترق به جدار الله. البويضة وتفرز البويضة سائلا آخر لزجا من شأنه أن يمسك بالحيوان المنوي ليلتصق على جدارها فإن خصبها أغلقت البويضة عليه ولا تسمح لأي حيوان منوي آخر بعد ذلك أن يقترب منها شيء الله عجيب. أكبر شاب. رأيت قدرة الله والله بهذا سبحان الخالق بعدين تتحول النطفة دي إلى نطفة أمشاج وبعدين إلى علقة سميت بالعلقة لأنها تتعلق بجدار الرحم ثم تتحول العلقة إلى مضغة
لأنها يعني تشبه قطعة اللحم التي مضغتها الأسنان. نظروا إلى المضغة في هذه المرحلة بالأجهزة الحديثة فوجدوا عليها أثر القواطع وأثر الأنياب وأثر الضروس. مضغة قطعة لحم ممضوغة فعلا، ثم تتحول هذه المضغة إلى هيكل عظمي. طب منين العظم ده؟ من أين جاء هذا الهيكل العظمي المتكامل المتكامل؟ وبعدين بعد مدة يكسى هذا الهيكل العظمي باللحم، كل ده ماشي، لكن تنفخ بقى الروح. الروح دي جت منين؟ عند كم تقريبا تجي الروح؟ ولا ليس له هنالك دليل عليها؟ لا، فيه. عند كم وقت؟ فيه دليل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، 120 يوما، ثم يرسل الملك فيؤمر بكتب رزقه وأجله، وشقي أم سعيد. وفي رواية أكبر: فيكتب الملك ويقضي ربك ما شاء. يبقى الروح من أين نفخت؟ في هذا الجنين في بطن أمه. في عالم شهير جدا اسمه ألكسيس كاريل، من أشهر علماء الأجنة في العصر الحديث. هذا العالم ظل يراقب مراحل نمو الجنين في رحم امرأة عنده وفي عيادته الخاصة. لما تحولت وهذا المقاطع حضرتك بتقرأ للأجانب أولا؟ نعم نعم. أما ليه المفهوم السيد عند كثير من الناس أن رجال الدين لا يعلمون شيئا عن العلوم ولا طبيعتها ولا؟ بل لا يجوز للداعي إلى الله تبارك وتعالى. فأنا لست عالما ولست علامة كما تفضلت بمقدمتك، وإنما لازلت طالب علم، أشهد الله على ذلك. زادك الله لا أقول هذا من باب التواضع، وإنما أحصل العلم كل يوم، بل وأزداد يقينا كل يوم أنني كنت جاهلا بالأمس، فما تعلمته اليوم ولم أكن أعلمه بالأمس كنت جاهلا به. وسيظل الإنسان كما قال الإمام أحمد مع المحبرة إلى المقبرة. ولا يجوز للإنسان تقرأ يوميا فضلتك يعني. نعم الملازم نعم. إن شاء الله تقرأ للغرب وتستشهد بكتاباته. إذا يعني مر إذا بي يوم ولم أستفد هدى ولم أقتبس علما فما ذاك من عمري. نعم. إيه والله فما ذاك من عمري. نعم. الشاهد ألكسيس كاريل هذا العالم لما وجد النطفة تحولت إلى علقة، والعلقة إلى مضغة، والمضغة إلى عظام، ثم نفخت الروح وتحرك الجنين في بطن أمه، صرخ هذا العالم وقال: Here is God. الله أكبر الله أكبر، سلم يا رب ما شاء الله. هنا الله. الله أكبر. تجت منين؟ الله. من أين جاءت هذه الروح؟ الطب وقف عاجزا. عاجزا. نفخت. بل هم يصرحون العقلاء منهم وهم على غير الإسلام، يصرحون أن كل ما وصل إليه العلم إلى الآن ما هو إلا مجرد احتمالات قابلة للزيادة وللنقصان، وتأتي نظرية أخرى لتجدد نظرية مضت أو لتزيل نظرية مضت علمية. الشاهد أن العلم تراكمي. طب صحيح، يتجدد ويتراكم. فخلق الإنسان من أعظم الأدلة على أن الله جل جلاله هو الإله الحق الذي يستحق أن يعبد. يعني ماء العين مالح يا دكتور محمد، وماء الأنف حامض، وماء الأذن مر، وماء الفم عذب حلو، وأصل هذا الماء واحد وهو رأس الإنسان. أحسنت مرة ثانية. ماء العين مالح وهي الدموع، إنما هي حماية لهذه العين. وماء الأنف حامض، إنما هو فلتر تنقية للهواء. وماء الأذن مر حتى لا تتسرب الهوام إلى أذنك وأنت نائم لا تدري. وماء الفم عذب حلو لتتذوق به ألوان الطعام والشراب. الله، ما أجمل التفكر بهذا الشكل. فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. بعض العلماء يعني عندهم قمة من قمم السامقة في الطب، ويعبدون بقر ويشركون بالله سبحانه وتعالى، كيف تفسرها؟ أفسر هذا بأن العقل وحده كما بينا في اللقاء الماضي بدون نور الوحي قد لا يصل إلى الحقيقة. لا إله إلا الله. يعني تحتاج إلى توفيق أيضا. نعم العلماء. طب ما يقول ما ذنبه، معذرة لأن قضية خطيرة بالفعل. نعم. هو مسير، ما ذنبه؟ هو لا، هذه قضية الله. كبيرة جدا. يعني الله كبيرة. لم يرد هدايتها، عنده عقل وعنده بحوث في الطب وعنده كذا. لأن الله جل جلاله قدم له هداية الدلالة والإرشاد والتعريف والبيان فأعرض فحرم من هداية التوفيق. سلم يا رب. وأما ثمود فهديناه. الله الله. فاستحبوا العمى على الهدى. على الهدى. فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونفس وما سواها فألهمها
فجورها وتقواها. الاثنين موجودين في كل الخلق. الله في أكبر. كل البشر. الله أكبر. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وهديناه النجدين أي الطريقين. نعم. طريق الهدى وطريق الشر. طريق الخير طريق إما الشر. إما شاكرا وإما كفورا. أحسنت. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. يعني مع التفكير وحده أو التفكر وحده لا يكفي، يحتاج إلى استحضار نية وقلب و... هذا ما سنبينه في شروط التفكير الذي يوصلك إلى الحق. فليس كل التفكير يوصل صاحبه إلى الحق، بل ربما يوصله إلى الإلحاد. سلم يا رب. وإلى الكفر بالله جل جلاله. نعم. إذن هناك ضوابط. الشاهد أن الإنسان آية. أنواع الخلق السماوات والأرض، النعم، الآلاء، الإنسان نفسه. نعم. نعم. وما تخرج الأرض، كل هذه أنواع للتفكر وميادين للتفكر العقل فيها. ماذا أيضا نختم به الحلقة؟ نختم بالنوع الثاني من طيب. أنواع التفكر. نعم. ألا وهو التفكر في آلاء الله جل وعلا ونعمه. هذه أيضا وسيلة تجدد الحب في القلب للرب سبحانه وتعالى. الله. لأن الإنسان مفطور على حب من أحسن إليه. صحيح. أيا كان دينه. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم. أحسنت. فطالما استعبد الإنسان إحسانه. الله يفتح عليك. وعليك. قال جل وعلا في آيتين جليلتين من آيات القرآن. نعم. وآتاكم من كل ما سألتموه. يا سلام. الله. يا سلام على الآية لما تتدبر. وآتاكم من كل، مش من بعض. كيف وجدتها من مرصدك التدبري والتأملي؟ ورب الكعبة لو تدبرت الآية لرأيت عطاءه في السلب بالنسبة لك قبل العطاء. العطاء في السلب؟ العطاء في السلب أجمل وأعظم وأشرف من العطاء في صورة العطاء، لأنه ما سلبك إلا لأنه يحبك. هذا مفهوم جديد، اشرح، تحتاج إلى شرح. سلبني يعني منعني. منعني لأنه يحبني. منعك الصحة في وقت من الأوقات، ومنعك الغنى في وقت من الأوقات، وابتلاك بالمرض، وابتلاك بالضعف، وابتلاك بالانكسارة. كل هذه الابتلاءات في صورة عطاء، في صورة سلب. نعم. الله. في صورة سلب. نعم. في صورة أخذ. لكنه بها يرقيك، لكنه بها جل جلاله يحبك. تدبر مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله إذا أحب قوما ابتلاه، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. فلو تدبرت نعمة في السلب بالنسبة لك، ولو تدبرت نعمه في العطاء بالنسبة لك، لرأيت جلاله وجماله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى، ولعلمت علم اليقين أنه ما حرمك إلا ليعطيك، وما منعك إلا ليرفعك، إلا لأنه يحبك سبحانه وتعالى. لو تعاملت مع قوله وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن كان المراد بها الجانب الإيجابي، لا. ولو نظرت إليها في الجانب السلبي الآخر بالنسبة لك كبشر، لرأيت أن نعمه عليك لا تعد ولا تحصى. ولذلك الآية دي رب العزة ختمها بقوله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصى إن الإنسان لظلوم كفار. الآية دي إن الإنسان لظلوم كفار. والموضع الآخر وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. نتوقف عندهما في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. واللافت للنظر أيضا أن هي نعمة واحدة. كيف نعد النعمة الواحدة يعني؟ بوركت سيدي، نأخذ من فضلتك رسالة للمسلمين وللآخر، ماذا تقول لهم؟ رسالتي للأمة وللمسلمين، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لكني سأختار إن الله لغفور رحيم. بوركتا، وما أجمل اختياراتك. ورسالتي لغير المسلم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار.
نسأل الله الهداية للجميع. آمين يا رب. بوركت السيد الكريم على هذا اللقاء. مشاهدينا نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان، حتى يضمنا لقاء جديد نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان.